ما هلا نور رح نروح لمحطة تالية، ودائما نحن بنحكي عن بيئة العمل الإيجابية وقد ايه لما بتكون بيئة العمل الإيجابية بتخلق نجاح بكل المجالات. يمكن بنحكي عنها على طول لأنه بيئة العمل الإيجابية بتساعدك بالاستمرار بالعمل، بالحفاظ على هذا الشغف، بالعطاء حتى المستمر تجاه عملك. صحيح نور، لهيك نحن اليوم رح نحكي ضمن فقرتنا عن بيئة العمل الإيجابية اللي هي خطوة أساسية لتحقيق أهداف عظيمة. هذا الشعار طبعا تبنته وبدأت من خلاله مؤسسة سند للشباب التنموية مسار بمجال التدريب من أجل منح خبرات وأيضا خبرات عملية وأيضا إدخال بعض أبرز البرمجيات المتطورة لتطوير أسلوب العمل. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل وغيرها مع ضيفنا بالاستوديو طبعا ناصر القاضي، مسؤول مشروع بمؤسسة سند للشباب التنموية. صباح الخير ينعاد عليك. الله يسعدك، صباحكم يا رب، وإن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. يا رب على الجميع. خلينا بالبداية قبل ما نحكي عن المجالات الواسعة على مؤسسة سند، خلينا نعرفها للناس أكثر، إيمت بلشت، أهم اهتماماتها وأهدافها الأساسية. تمام، مؤسسة سند للشباب التنموية خليني أقول إذا بلشت، هي بلشت بال 2013 مجموعة من الشباب الجامعيين حسوا انه في فجوه ما بين الشيء الاكاديمي اللي عم ناخذه بالجامعه وما بين سوق العمل والدخول لسوق العمل والمهارات اللي احنا عم نحتاجها، فطلعوا بهي الفكره ليشكلوا فريق. هذا الفريق الهدف منه انه يقدم تدريبات ورشات للاشخاص اللي بدهم يفوتوا على سوق العمل او خلال المرحله الجامعيه، انهم فعلا يكونوا اشخاص فاعلين، اشخاص مميزين، قادرين انه يحققوا تغيير ايجابي بالمجتمع وبنفس الوقت يكونوا هن مؤثرين باماكن وجودهم. ومن هون انطلقت مسيره سنه بال 2013 لا حتى ترخصت كمؤسسه بسنه 2017 وصار اسمها مؤسسه سند الشباب التنمويه. لهلا عم تشتغل بمشاريع التنمويه وعلى خليني اقول يعني صارت بمراكز فيزيائيه متواجده بثلاث محافظات، بدمشق وبحما وبحلب. نعم كمان استاذ ناصر، اليوم يعني من 2013 لهلا وقت كثير طويل، والمفروض يكون بقى صار في عنا نتائج متنوعه بمجال عملكم. خلينا نعرف الناس اكثر الفعاليات النشاطات اللي بتقوموا فيها لدعم الشباب ضمن سند. تمام، لحد الان مثل ما تفضلت يعني خلال مسيره العشر سنين احنا قدمنا يعني مئات المشاريع. لحد الان في عندنا اكثر من 300 فرصه عمل لاشخاص هن توظفوا فعليا، هن موجودين بوظائفهم. مثل ما حكينا اشخاص قدموا على منح، سواء كانت هي منح داخليه ضمن الجامعات او منح خارجيه، وحصلوا عليها من خلال الاستشارات، من خلال التدريبات اللي حصلوا عليها. طبعا تدريباتنا لساتها موجوده وشغاله. حاليا كان في عندنا بمجال سوق العمل كان في عندنا مشروع اسمه كارير اكاديمي، انختم من عده ايام. هذا الهدف منه نحن كنا نقدم تمكين المسيره المهنيه للطلاب الخريجين او اللي على وشك انه التخرج. ومؤخرا كان في تدريب مع مجموعه من الشركات، خليني اقول هو شمال اربع مجالات، مسار المبيعات، مسار التمويل او خليني اقول مسؤول ائتمان، خدمه زبائن بالاضافه للتسويق. قدم حوالي 1300 شخص، من هدول 1300 قبلنا منهم 83 حضروا التدريبات، 30 منهم هن عملوا مقابلات لتوظفوا فعليا. هلا يعني 13 شخص من هدول الاشخاص بعد المقابلات هن هلا صاروا موظفين ضمن واحده من هدول الشركات اللي كانت عم تدرب. ومؤخرا امبارح كان ختام الحفل وتوزيع الشهادات للاشخاص المشاركين والمدربين. يعطيكم الف عافيه، وهالشيء يمكن بكبر القلب اليوم، لانه المشكله الاساسيه للشباب اليوم ضمن ظروفنا الصعبه الاقتصاديه والمعيشيه وسنوات الحرب اللي عشناها القاسيه هي العمل، سوق العمل، الاندماج بسوق العمل، الحصول على فرص عمل. فهي نقطه كثير مهمه اليوم عم تضوا عليها من خلال مؤسستكم. خلينا نحكي عن المعسكر التدريبي اللي عم تحضروا له هلا، قديش هيدا كمان بياثر على الشباب اليوم لتهيئون للدخول بسوق العمل من خلال عمليات التشبيك. يمكن كل الناس اللي عم تتابعنا اليوم من الشباب بتحب تعرف كل هاي التفاصيل لتكون كمان جزء معكم. تمام، واحده من الشغلات اللي بتشتغل عليها سند كمان هي خلينا نقول التمكين الاقتصادي للاشخاص اللي يكون هن بانين مسيرتهم الاقتصاديه لحالهم. فالمعسكر اللي عم تشتغل عليه هلا حاليا هو بحلب موجود، هو معسكر تدريبي لرياده الاعمال. اي شخص بين ال 18 وال 40 عنده فكره مشروع او منطلق مشروعه صار له عمره 3 اشهر، فقادر انه يقدم على هذا المعسكر التدريبي اللي هو حيكون بنهايته مسابقه، ليقدروا يطوروا افكارهم الرياديه الموجوده، مشاريعهم، يتبادلوا الخبرات بين بعضهم، ممكن يصير في مشاركه وتبادل الخبرات، بالاضافه لوجود استشاريين واخصائيين هنا عم يساعدوا هدول الاشخاص يشوفوا وين الجابات، وين المشاكل اللي عندهم مشروع واللي حاب يعني الاثنين يبلشين. هلا هن لازم يكون عمر المشروع 3 اشهر على الاقل، يعني في شيء موجود على الارض، هن ليساعدوهم يعدلوا لهم البزنس موديل كانفاس او هو نموذج العمل التجاري تبعهم. واليوم هدول الاشخاص قد يكونوا هن عم يعانوا انه انا كيف بدي امول هذا المشروع، فهن كمان حيكون في معرض مسابقه لحتى هن يحصلوا على
استثمار وفرص تمويل، مثل ما قلنا بالنهايه هو في مسابقه حتى تكون على المستوى العالمي، يعني ليست على مستوى سوريا فقط. طيب استاذ ناصر، اليوم قلنا نحن ببدايه حديثنا انه مؤسسه سنه تسعى لمواكبه كل التقنيات الحديثه ايضا بمجال العمل وادخالها وتطوير وتدريب ايضا العاملين من اجل انه يستخدموا ويستثمروا هي التقنيات. خلينا نحكي عن بعض الامثله ضمن هذا المجال بالذات. هلا من الامثله المباشره على هذا الموضوع هو شيء اسمه مخبر التكنولوجيا او التكنولاب. حاليا هذا موجود بحما وبدمشق. هذا هو عباره عن مكان فيزيائي بيجمع الاشخاص المهتمين بالقصص التقنيه، سواء كانت برمجيه، سواء كانت الكترونيات، سواء كانت شيء ملموس، لحتى ياخذوا تدريبات وورشات بهذا الموضوع. بنفس الوقت في عندي انا تجهيزات ممكن هن يستخدموها، طابعات ثلاثيه الابعاد، تجهيزات الكترونيه، لابتوبات عليها برامج تخصصيه، لحتى هن يبنوا نماذجهم الاوليه. وبالنهايه حيكون في معرض لهدول الاشخاص مشاريع، كمان من خلاله هذا المعرض نحن ممكن نستقطب اشخاص مستثمرين ويحصلوا على تمويل. مثل ما حكينا هلا حاليا هو موجود بحما عم يدربوا بمجال الروبوتكس، وبدمشق مؤخرا كان في انتهاء لمسار برمجي اللي هو تطوير الواجهات البرمجيه الباك اند، كمان من كم يوم كان ختامه في عرض لهي المشاريع اللي تقدمت. خلينا نحكي يمكن اليوم بالعشر سنوات الاخيره رياده الاعمال صارت ثقافه عم نلمسها بشكل كثير كبير، ويمكن هذا الهدف الاساسي اليوم من مؤسستكم لما نحكي انه انتم عم تتوسعوا باطار المحافظات عم تحاولوا توصلوا لاكبر عدد او شريحه من الشباب اليوم. خلينا نحكي عن خطه العمل تبعكم المستمره، يعني انتم عم تحاولوا تواكبوا يمكن احدث التقنيات، عم تحاولوا تواكبوا سوق العمل، لانه نحن بنعرف قديش بتطور هائل، يعني قد ما حاولت فعليا اليوم تواصل بهذا التطور بتلاقيه عم يسبقك، وخصوصا نحن بسوريا عندنا حالات استثنائيه لانه نحن بحاله حصار اقتصادي وسنوات من الحرب يمكن انهكتنا شوي، فكيف عم تقدروا يمكن تعملوا هي الموازنه اليوم من خلال خطه عملكم السنويه؟ صراحه مثل ما قلتي اليوم برغم هذا الحصار، خليني اقول هي على فكره نقطه كثير ايجابيه، الشباب اللي من خلال تعاملنا معهم خلال هالفتره هي الطويله، فعلا انت عندك اليوم شباب مبدعين سواء الافكار اللي عم تجي او التطبيقات على الارض، فانت فعليا عم تتفاجئي بكميه هي الافكار وبكميه هي المشاريع. يمكن البيئه هيئتهم حتى الحصار والضغط تماما، يعني صاروا يبتكروا اشياء مختلفه، خليتك يطلعوا بشغلات عن جد يفكروا خارج الصندوق، ما يفكروا بالقصص التقليديه. صحيح. واليوم عم تشوفين هن قديش مبدعين بمشاريعهم، خاصه لما عم يقدموا على مسابقات او يطلعوا لبرا، هذا الشيء كثير حلو. فهذا الشيء عم تحاول تقدمه اليوم سناد من خلال التدريبات اللي عم تساويها، سواء كان هي التدريبات اللي هيك نحن بنسميها الانترو اللي هي عم تشعل لهم فلاشات تحطهم على الطريق الصح، او سواء من التدريبات التخصصيه اللي عم تحاول تشتغل عليها. خلال خليني اقول السنتين الماضيات وهلا اليوم فتنا بشيء اسمه التحول الرقمي، هي القصص الحديث قديش هو اليوم كثير مهم، مثل موضوع خليني اقول البطاقات الذكيه، كل شيء حيكون ما عاد في شيء عندي ملموس. فاليوم سند عم تحاول تواكب هذا الموضوع لتحول كل شيء لشيء تقني لشيء مأتمر، وبنفس الوقت عم تحاول تدعم رواد الاعمال اللي عم يشتغلوا بهذا الموضوع حتى بمجال الرياده. نحن الرياده الزراعيه انا ما عندي بدي شيء، انا اليوم انتم تجوا خلص هي الزراعه انه انتم بس مجرد زراعه بدكم مشاريع لتجيبوا مثلا محاصيل او لتجيبوا سيارات لتنقلوا محاصيل، لا انا صار بدي اياكم تبتكروا بمجال الزراعه، فطلع عندي شيء اسمه الرياده الزراعيه. طيب اليوم نحن عم نحكي يعني مؤسسة سند من المؤسسات القديمة والرائدة بهذا المجال اللي هو التنمية والإدارة والتطوير وغيرها من المجالات، في كثير مؤسسات أو جمعيات أو بالأحرى خلينا نحكي مصطلح منظمات غير حكومية هي موجودة على الأرض وعم تشتغل عن هذا الموضوع. من فترة أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة تشارك، هل دخلت فيها سند باعتبار هذا الشيء رح يعطيها أيضا تشاركية أكبر مع المؤسسات الموجودة؟ 100% هي، وفعلا هي من المنصات اللي جدا مهمة. السند هي عم تكون داعم وداعم أساسي، وهي موجودة على الأرض عم تساعد لحتى يصير في هذا التكامل بين الجمعيات والمنظمات. اليوم كثير حلو انه كل واحد بمكانه من هدول الجمعيات هو عم يخلق اثر، يعني اكيد اليوم سند هي ما لها لحالها موجوده على الارض عم تشتغل، انما تكاملها يعني خليني اقول هي عباره عن لوحه، كل واحد بمكانه عم ياخذ جانب معين، عم ياخذ جانب لحتى نحن من بعيد نشوف هي الصوره الكامله لحتى نقدر نخلق هذا الاثر المجتمعي وقادرين نكون على التغيير الايجابي بالمجتمع. طب خلينا نحكي عن خططكم القادمه ومشاريعكم القادمه، يعني حكينا يمكن هدفكم الاساسي اليوم استثمار قدرات الشباب، قديش فعليا عم تشتغلوا على رياده الشباب اليوم. خلينا نحكي دائما في خطه بتوضعوها ودائما في اهداف بتحطوها انه نحن لازم نوصل ونعمل هيك، خلينا نحكي عن الخطه القادمه، شو محضرين غير المعسكر التدريبي؟ هلا فعليا يعني متى ما انتهى شهر رمضان ان شاء الله في مجموعه من المشاريع اللي حتنطلق، حيكون في شويه توجه لليافعين، نحاول ندعمهم اكثر، لانه فعليا الشريحه اللي نحن ممكن نبني عليها كمان لنوصل لشباب فاعل بالمجتمع. صحيح. واحد من المشاريع اللي هلا حاليا شغالين عليها وماشيين فيها هو اد كومباني اللي هو موجه للشركات.
عم يشتغل على مسارين. مسار خليني اقول هو التوعيه عن طريق البوستات اللي هو اطلقنا حمله اسمها بيئه عمل ايجابيه لكل حدا بمكانه اليوم، سواء كانوا موظفين او شركات. حكينا عن بيئه العمل الايجابيه ونغير هذا المفهوم الخاطئ عند الاشخاص انه انا لما بشتغل انا في عندي مشكله، الموظفين ما بقدر اتفاهم معهم، ما بقدر اتفاهم مع مديري، المكان ماله مريح. فكل واحد يخبرنا تحت هاشتاغ بيئه عمل ايجابيه من تجربته. الشغله الثانيه اللي هو البرنامج الرقمي اللي تابع لهي الات كومباني، اللي هو كمان عم يوضح زيارات ميدانيه للشركات، عم يخبرني اكثر شو يعني بيئه عمل ايجابيه، وبنفس الوقت حيكون في بث مباشر لاشخاص خبراء ليجاوبوا المستفيدين على اسئلتهم و بس يعني مساحه واسعه. لما اقول بيئه عمل ايجابيه من اي منظور انا ممكن اخذها؟ لانه ممكن هي شغله كثير مهمه اللي عم تقوموا فيها، لانه من خلال هي البوستات تفاعل الناس بتعرف فعليا شو هي البيئه فعليا العمل الايجابيه الصحيحه، لانه كل حدا من خلال زاويته او عمله او مؤسسه، لانه مؤسسه القطاع الخاص تختلف عن مؤسسه 100%. القطاع العام، ففي اختلاف حتى بالبيئات، واليوم كمان الظرف بيلعب دور. صحيح. الوضع الاقتصادي يمكن بقول لك البيئه الايجابيه للعمل منيحه بس صارت مش كثير كويسه لانه ما في مردود مادي. بالاخير كله مربوط مع بعضه، هي حلقات متشاركه لاحصل انا على هي البيئه العمل الايجابيه. لهيك تركنا نحن الاشخاص كل واحد يخبرنا من تجربته وبمكانه. مثل ما تفضلت يعني انا ممكن تكون بيئه العمل الايجابيه هي الموظفين الموجودين حوالي، ممكن تكون بيئه العمل الايجابيه هي الحوافز والمكافآت، ممكن تكون بيئه العمل الايجابيه هي الاشخاص اللي انا عم اقدر اتعامل معهم، وقت الدوام، طريقه تنفيذ التاسكات او المهام. 100%. صحيح. يعني معلومات مهمة وأيضا نشاطات مهمة. بنتمنى لكم التوفيق ولكل الموجودين أكيد بمؤسسة سنات. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لوجودكم، ويسعد صباحكم مرة ثانية. أكيد بنتمنى لكم التوفيق وشكرا كثير لك. شكرا لك.